دوت سفارة الدفاع الجوي بسماء المعسكر في صباح هذا اليوم، فسارع جميع الضباط والجنود إلى معداتهم الواقية وركضوا إلى الأماكن المخصصة لهم في حال أي هجوم مباغت للتصدي له. بعد سماع تقرير الخفير، سارع الحراس لإغلاق بوابة المعسكر ووضع الحواجز المرورية، كما أطلقوا تحذيرا شفويا. في ذات الوقت التحق فريق القيادة وفريق المراقبة وفريق الدفاع الإقليمي وغيرها من الفرق المعنية بمواقعهم بسرعة، وانطلق فريق مواجهة الحرائق والعملية القتالية. يحدث كل هذا بالتزامن مع استعداد فرق الإنقاذ الطبي والدعم الهندسي والتخلص من الذخائر المتفجرة لأي طارئ، ومع تصعيد حدة الوضع وحسب الإجراءات المعنية بقواعد الاشتباكات. تبادل جنود قوات حفظ السلام إطلاق النار مع المسلحين المجهولين. بحلول عيد الربيع الصيني، نظمت قوات حفظ السلام الصينية في لبنان سلسلة من الأنشطة مثل التدريبات على إطلاق النار الحي والتحقيقات المتعلقة بإخطار السلامة في المعسكرات. إضافة إلى ذلك، وخلال أيام عيد الربيع لهذا العام ستجري في المعسكرات مباريات كرة السلة وكرة الريشة والشطرنج وغيرها من المباريات الرياضية الأخرى لضمان قضاء الجنود الصينيين عاما آمنا وسعيدا.